متابعين بمحطاتنا اكيد، واخر محطه لليوم رح تكون محطتنا مع الشيف فيصل لحتى نشوف وين صار ورشه ملح. صباح الخير عن جديد مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم. الو كحلون، الو الا هالكحلون ما علقت بعد كحلون؟ بعد ست منا سامع الصوت. عم تتحمم ستك؟ ايه عم تتحمم ستك. معقوله؟ لكن عن جديد صباح الخير. شو بدك خليك بشرفك حضر لنا طبخه انت وهيك؟ انا وهيك الطبخه؟ ايه يلا ارجينا هيك بالطريقه القديمه مثل ما بيعملوا كل الناس هن وعم يشتغلوا. اورايت لكن نحن اليوم وصفتنا هي الكرانشي كراست مع التشوكلت كريم والسوتيد مانجو. السوتيد بنقصد فيها يعني الشيء بيتقلى على الخفيف مع الزبده والسكر، او السوتيد بالمعنى اذا بدنا نحكي عن الخضره هي بتنعمل تتنسف تنسيف بالزبده. نحن وصفتنا او ثلاث وصفات تيعملوا هالوصفه هيدي اللي هي كرانشي كراست، نوع من البسكت رح نحضره من طبعا 150 جرام من الزبده، 140 من السكر، 15 بيكنج باودر ورشه ملح اجباري، وعندنا طبعا 200 جرام من الطحين، 2 جرام من الفانيلا و3 صفار بيض هلا بنجيبهم من البراد جاهزين. تنحضر هالوصفه مثل العاده نحن بنطري السكر مع الزبده، ضروري هيدا ستاندرد، وخاصه بهالوصفه، هالوصفه فينا نعملها بايبنج او نسكبها بالكيس، وفينا نتركها بالبراد ترتاح لساعة وبعدين نرقها، نقطعها بالمقاطع على سماكة 2 سنتي، نحطها على صينية، نفوتها على الفرن، وهي لوحدها أكيد رح تقب ورح تطلع كرانشي هاشي أو بتقرقش. وطبعا رح يمرق معها كومبينيشن اللي هي كريم كاستر كريم تشوكليت أو أي شيء بتشوفوه. هلا تنبدأ بوصفتنا. الزبدة بالمكنة، الزبده مثل العاده بتركها على حراره الغرفه كرمال تحل وما تاخذ وقت كثير معنا، وما اذا ضربناها كثير تفصل يطلع منها الرطوبه. مثل ما بنعرف بس تكون زبده بدها 82% يكون فيها فاتس و16% من المي والحليب بيكونوا طبعا هي بالزبده الحيوانيه. نحن حطينا الزبده هون، رح نحط السكر او نضيف السكر مع والفانيلا، 2 جرام من الفانيلا. نحن حاطين 140 جرام سكر و150 زبده، 2 جرام فانيلا. اللي عم حاضرين ورقه وقلم فيهم بلشوا يسجلوا الوصفه واكيد ما يفلت بدل من المكنه. هلا رح نطري، اذا بدنا نسكب هيدي بالكيس ضروري نطر الزبده مع السكر لمده ربع ساعه نص ساعه، وتكون بدها تكرر الزبده بحراره الغرفه. الطحين مع 200 جرام مع 15 من البيكنج باودر، طبيعي لازم يكونوا مع بعضهم. عندنا جرام ونص من الملح او بنسميها، يعني ما بدي استعمل كثير التقدير بس انه تنفرجيكم كيف تستعملون بالملعقة. اوكي، وخلينا نحطها على اسم البرنامج ورشة ملح. رشة ملح بتنزل معهم، الملح مع السكر كتير طيب، خاصة إذا في شي كريم بدي يركب معهم، يعني سويت أند سولتي كتير بتركب طعمتهم، وأكيد ما بنحس بطعمة الملوحة كتير. في أنواع بسكت كتير ضروري الملح يكون فيها وبنحس بطعمة الملح معها. نحن هون عم نطري وكمية قليلة، اتركها تطرى. رح نروح نجيب 3 صفار بيض جاهزين بالبراد على طول. إذا بتحضروا صفار البيض قبل حطوه بالبراد، من بعد ما تفصلوا صفار البيض رشة كم نقطة مي على وجه الصفار وبنرجع نغلفه، ضروري المي كرمال ما ينشف صفار البيض. هلا نحن بالوقت اللي عم نطري فيه عم تضطرها، ما احلاها، بتجنن، ماشي حالها، رائعه. تليفون ستي وين راحت؟ ما مبينه.
لكن لكن نحن هون رح نحضر الصينية اللي رح نسكب فيها، ورح نحضر شيء نعمل شيء انديفيديوال وشيء ميني، وفيكم تعملوها على كبير. نحن بمعظم وصفاتنا محضرين قوالب كبيرة، هلا اليوم اخترنا نعمل شيء انديفيديوال وميني إذا عندنا كوكتيل مثل هالحبات الستروبريز. بحب ذكر الستروبريز بتروح إذا في ويدينج بتروح مع الشامبين، اتس بيرفكت كثير طيبة و100% بتركب معها. هالقوالب موجودة عندنا هون، رح نحطها، رح نضيف مثل ما شايفين طرت على طول. بنحب ضروري تشوفوا ريزلت سوفت مثل ما شايفينها. رح ناخذ ننظف المكنه وناخذ الجناب. هلا كمان رح نرجع نضيف الصفار، في يكون تدريجيا وفي يكونوا كلهم سوا مع بعضهم، كمان ما في مشكله بالموضوع. هذا الصفار نضاف ونضربهم مع بعضهم. تياخذوا بعضهم مضبوط. كمان مثل ما شايفين كيف صاروا. هاي المرحلة الثانية. من بعدها رح ينزل 200 جرام طحين مع 15 من البيكنج باودر. هلا هون لازم نكون جاهزين بشغلة اللي هي انه الصواني الخبز جاهزين، كيس السكب. كيس السكب ضيعناه، وينه؟ لك وينه؟ شحه. هيدا كيس السكب، وإذا تأخرنا فيها رح تشد، ومن بعد ما تمسك رح تصير من الصعب إنه نضغط أو نعمل بايبينج. مجرد ما تاخذ بعضها، بس تاخذ بعضها مع الطحين، نحن بنكون جاهزين لنسكبهم بالقوالب. اخذت بعضها مثل ما شايفينها جاهزه. هاي العجينه هلا اذا تاخرنا شوي تركناها بالبراد رح تصير مثل عجينه السبله او سويت كراست. وهون بهالمرحله ما تخافوا منها، فيكم ترقوها، فيكم ترقوها للعجينه، وبعدين من ثم فيكم تقطعوها تعملوها الاشكال اللي انتم بتشوفوها مناسبه، او القوالب الموجوده عندكم بالبيت كمان تستعمل. انا هلا رح نسكبهم. بفضل بس استعمل الكيس السكب ما يكون فيه كفوف كرمال ما يعلق. لكان عندنا طريقتين كرمال اللي ما عنده كيس سكب، ما عنده كيس سكب في يرق العجينة أو يتركها ترتاح وبعدين يرجع يرق العجينة. نقص الكيس. عندنا هيدي الصينية كمان أويل سبراي. فيكم تدهنوا زبدة، فيكم تدهنوا زيت، منو شرط إنه تجيبوا أويل سبراي. وبهالطريقة رح نفرجي بهالطريقة هيدي اللي هي بدها زنوت. لا ما تخافوا منها كثير، هي بنعملهم سترايبس مثل هيك لاينز. وبرجع بذكر فيكم تكون بشكل عجينة، ورح اشرح شغلة. يعني بنرقها، من بعد ما نرقها بنقصها بالقالب، منتركها مثل ما هي ومنخبزها بالقالب، بتفوت على الفرن، بتعمل حفة بوردر وبتكون مثل فاضي من الوسط. بس لهون ما في قصة، لازم أعملها بايبينج. وكمان بهالطريقة هيدي بتجنن. أوكي هيدي شرحناها. كمان فينا نعمل منس بهالطريقة، برم عجناب بتسكر.
اوكي مثل ما شايفين اي شكل اي قالب عندكم اياه فيكم تستعملوها فيكم تساووا فيها. طبعا بتفوت على حراره 180 لمده ثلث ساعه بالكثير، حراره 180 فينا نعمل لها دروب. برجع بكرر صينيتين، يعني صينيه من تحت مثل ما عاملين هون، هاي صينيه وهيدي صينيه، رح تركب على صينيه، صينيه اثنين، عندي صينيه هون كمان بتفوت على الفرن بهالطريقه هيدي. اوكي فينا نحن نخبزها، فينا نشوفها، ما في مشكله. تننتقل لمرحله تحضير ثاني اللي هي المانجو، رح نعملها سوتيد كرمال تبرد، ورح افرجيكم كمان تقنيه كيف بتقطعوا او بتقصوا المانجو، لان في ناس بتقصها بتطلع البذره بتجي بشكل الاوفال او البيضه، شكل بيضاوي، الشكل البيضاوي بتروح من حفتها، هلا بنشرح عنها بنحكي عنها. حبه المانجو طبعا مقشره مثل ما شايفين، عندي هالبذره يعني هيدا شكلها، في ناس بتقصها هيك ما رح تنقص معنا، رح يطلع فيها بنسميها ويستج او هدر، رح يطلع فيها هدر كثير. نحن بناخذ هالبذره، هي شكل البذره اللي بالعرض، فوقها بشوي بناخذ بالسكين وبنمشي معها، نمشي مع البذره يعني بنحس فيها، ايدنا عاليه اكيد كرمال ما السكين يشطب لنا ايدنا من هون، بنهرب الايد مثل ما شايفين بهالطريقة. من بعد ما قلط السكين طلعت هيدي البذرة، شكل البذرة هون مثل ما شايفين. كمان على الميل الثاني نفس العملية، ومنقول سحبناها، كمان فينا نقول مصطلح سحبناها مثل اللحمة، بس تنقص هيدي البذرة من هون وكمان على الميل الثاني. هلا اذا عم نحضر شيء بدنا نقطع، طبعا نحن ما نتلافى يروح عنا هدر، رح حاول حضر شيء للمنز وشيء نقليه تيبرد كرمال بعد البريك يكونوا باردين، نقصها اثنين بهالطريقه، نقصها اثنين، وطبعا سلايسز بهالطريقة هيدي. أنا عندي القالب رح أعطي شكله، خالصين رح حمي مقلاية و بينما تحمى نحن عملنا أول شكل بالمانجو، رح أحاول أقصهم بالعرض كرمال ياخذ شكل قالب التارت او عرضه اللي نحن حضرناه اللي هي هالطريقه هيدي، وهودي اكيد ما رح يروحوا هدر، رح نستعملهم للمنز، نقصهم بهالطريقه اللي هي فينا نقصهم كيوبس، فينا نقصهم باي شكل اللي بدنا اياه. نحن عم نحضرهم هيك، انا بهالوقت رح اضيف الزبده، من بعد ما اضيف الزبده رح انطرها تدوب. عندي المانجو جاهزه، كمان رح نعمل نفس العمليه اللي هي نقص جنابها بالاول و رح نقليهم ونرجع نروح بريك بيكونوا بردوا او جهزوا معنا. هاي الطريقة جاهزين، حطينا الزبدة، السكر رح ينزلوا معي بالمقلاية، ونروح نحن وياكم بريك صغير وبنرجع نشوف كيف طلعوا.